وانا داخله الجامعه عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه انجح. البره اللي اهلي دافعينها والفلوس اللي اهلي دافعينها دي يعني احلها. عايزه اتفوق، عايزه اتميز، عايزه اشوف وابقى داخله في موضوع التوبيتات والابحاث ومش عارفه وايه واعمل واكمل. يبقى جانب دراسي رقم واحد. ده جانب دراسي نعمل فيه ايه؟ خطه. ايه الخطه؟ والله يا دكتوره هلا اقسم لك بالله بعمل خطه واتنين وعشره وتتقطع وتعمل ونبدا صفر ومن اول وجديد. وبالظبط مش مهم. مش مهم انا بقول لكم مش مهم. حتى لو هي ما حققتيش ال 100% هاتي لي 30% وانا اقول لك ممتازه. المره الجايه هتحققي ال 40% وال 50% احسن ما تبقي صفر وانت ايه بياضه. رايحه فين؟ انا رايحه الجامعه. جايه منين؟ انا جايه من الجامعه. وعملت ايه؟ والله واللي في الامتحانات شكرا ولا حققتي اي حاجه. يبقى الجانب الدراسي محتاج تخطيط. واللي ما بيتخططش وما بيخططش لمستقبله ايه اللي بيحصل له؟ يعني بلاش نقول الكلمه عشان يعني عارفه بتخض الكلمه دي. بيتم التخطيط له. بتبقي عروسه ماريونيت هما اللي بيلعبوا بيكي. صحابك بقى، الدنيا بقى، المعيد، الدكتور، اي حاجه. وانت كده بتحسي انك مضروبه على دماغك ومش عارفه ايه. معقول السنه الترم خلص؟ معقول؟ طب انا فين؟ صفر. لا. وحط الخطه بتنظيم الوقت. تنظيم الوقت افشل فشل لو ما كتبتيش. انا بقول لك اهو. تنظيم الوقت معناه ورقه وقلم. والله في دماغي راح. مش عملتيه بالليل؟ صحيت الصبح بخور بخر خلاص طار. لازم حاجه اسمها الفكره صيد الخاطر، الكتابه صيد الخاطر. يعني ايه؟ اللي انا عندي حاجه في دماغي في الخاطر اما اكتبه بقيده. يبقى اكتب، ده رقم واحد. وتنظيم الوقت يعني بالوقت. وانا والله بديكي نصيحه وجايه لك من المستقبل وبقول لك خلي الكتابة أو التخطيط أو تنظيم الوقت بتاعك على مواعيد الصلوات. سهل جدا. أنا قايمة من قبل الفجر بصلي الركعتين ربنا يفتح عليا بيهم، أدي ركعتين الفجر بقول أذكاري وقرآني وبعمل براجع اللي ورايا. عندي النهاردة كذا، عندي مادة كذا، خدت مش عارفة إيه، خدت إيه. الناس اللي شغالة في خاص مثلا سلايدات أو المراجع أمهات الكتب بقى والله يعينكم. المرجع قد كده والكتب قد كده الله يعينكم. لكن هو ده واجب الوقت اللي هو ايه؟ اللي الله عز وجل يرضاه. اللي هو ايه؟ اللي ربنا يحبه. واجب الوقت اللي ربنا يرضاه ويحبه هو ده. انك انت تنجحي في الوقت. مطلوب منك ايه؟ انا طالبه اورانجيم. بن اورانجي ولا اورانجيم؟ اورانجي بن. لا ده انا عامله تركي جديد لواحد عايزه اقول لكم. فالفكره ان احنا ايه؟ انك تبقي محدده. طيب خلصت رحت الجامعه محدده من الساعه كذا للساعه كذا، وبعدين هطلع واجي الاكل بسرعه ومش عارف اقعد بقى بناكل حاطه بقى وهتفرج بصي على البتاع ده بس في البتاع وتفضلي اعملي سكرول 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 والدنيا بص ضاع منك ساعتين ثلاثه. لا انا محدده وجبه الوقت هتبقى في ثلث ساعه الميه الشرب بتاعها. طب المشتتات ها نعمل فيها ايه؟ المشتتات دي اللي بتتصل وبتقول انا بقول لك اهو خليكي قاسيه شويه وخليكي جريئه وقولي لها لا مش مناسب ليا دلوقتي. طب انا هضطر اقفل معاكي وممكن اكلمك بعد ساعتين في الوقت البريك اللي انت حاطاه لنفسك تلت ساعه. ينفع نكون لا اصل يعني صاحبتي وانتمتي ولازم نحكوا السبع كلمات وبتاع ضاعت. ضاع الوقت. محطوط في ميزان الحسنات ولا السيئات؟ ما اصل احنا ما بنقولش بس لازم الكلمتين الراخد هم اللي اعمل ايه؟ الوقت اللي انت محدده فيه جزء معين من اتمام المهام ما ينفعش حد يجي يشغلك عنه. مشتتات ابعديها. قولي لها لا. ينفع نقول كده ولا هنتكسفه؟ ليه انا بفرح بانجازات البنات؟ لانك حيه وده الاصل ولانك عارفه انت الرقه مين؟ البنات. البيت اللي ما فيهوش بنات مهرجل تخش كده شقه العزاب الشباب الشراب هنا والدنيا هنا لكن البنات كان في احاسيسها مرهفه رقيقه فتتكسف او تتحرج او ما بتحبش وخصوصا الشخصيه الحساسه بقى الشخصيه القلب الجميله اللي المفروض ما تعيش في الكون ده تبص تقول لك اصل هحرج لا احرجيها طالما في وقت ها انا بكرر اهو يبقى احفظي طالما في وقت انجاز المهام لا شكرا ما مش مناسب ليا طب يلا هنخرجه طب مش عارفه ايه ده عاملين مش عارفه فين ده هنروح لا
إلا إذا أمر هيعود منه عليكي منفعة عقلية أو قلبية أو روحية، خلاف كده لا. يبقى ده أول حاجة. خلصت الجزئية الخاصة بالمهام بتاعت اليوم وعملت فيدباك، أنا بقول لكم أهو إزاي نبقى في ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة متوسطة المدى وذاكرة طويلة المدى. قصيرة المدى بتاعت الـ 24 ساعة عناوين وإيدي كده بس عشان إيه يبقى مشغلين الحواس كلها. والإقلام الفسفورية، أدي الأخضر العناوين الرئيسية، أدي الفسفوري التاني العناوين الفرعية. اللي كان بيبقى عندي 5 امتحانات في سنوات من السنوات العظيمة وعندي منهم 4 أولاد وبامتحن في شهر 5 حقوق وبامتحن أول 7 اعداد دعاء وبامتحن 15 7 قراءات وبامتحن 28 8 واخر 8 امتحان بتاع تمهيد الماجستير في سنه. وتعلمت من حد قال معلومه، حط العناوين الرئيسيه وبص على اللي تحتها وراجع. اول يوم 24 ساعه ذاكره قصيره المدى، تاني يوم بقت متوسطه المدى بعد اسبوع داخله من المتوسطه خلاص لطويله المدى بعد شهر خلاص انت جبت امتياز. وركزي مع نفسك كده مقسمة دماغي، لأن دماغك عاملة زي الكاميرا، شفت اللي بيصوروا الكاميرا دي، هو دماغك لقطة كاميرا كده. ساعة ما بعمل كده أبص لقطة كاميرا بصة تانية، بس أدي العناوين وأدي الفعل. كان بيقولوا إيه الله مش عارفة الصبعة كان في خط أحمر فوق وخدت نقطة تحت يعني كده ماشي عيدي تاني. المهم إنك أنت مش سايبة وقتك يسأل عن 5 منها وقت. انا مأنجزة اعرف من البنات الحاليات اعرفهم واحسبهم ولا اذكيهم ولا ازكي على الله احد، اللهم بارك اللهم بارك، بياخدوا بالمهارات الاثنين والثلاثه في قلب الشهر. وكانوا بادئين تقول لك مش قادره يا دكتور والله بنام، اصل باين عندي نقص فيتامين د، فانا مشكلتي كبيره جدا فمش قادره اركز. اشتغلت على نفسها لان كله بالتدريب، ودي مهاره. عارفه مهاره يعني ايه؟ زي لبس الطرحه، شوفي اول مين يوم لابسه حجاب بتعمل ايه والمرايه قدامك والدبوس الناحيه دي وكده، او اول يوم بتعلمي سواقه بصه تحت يقول لك ارفعي راسك وانت بصه تحت، هو كده. بعد كده خلاص انت سايقه وايدك عامله وبتاع، ولو حد عمل من العيال بتلطق يعني الدنيا هيسه، هو كده. فالمهاره احنا نفرح سهل اكتسابها، بس تشتغل على نفسك صح. اللي نجحت واللي خدت واللي تميزت واللي قالت واللي لها بصمه في الحياه اسمك ايه؟ روبان، يعني جات في حظي روبان. يا روبان انت فين؟ انا هنا اهو. قال لا ايه الدليل؟ ادي الاثر. روبان متفوقه الصالحه التقية ما شاء الله، البسامه ما شاء الله اللي كانت مفيده اللي في اثر. لكن نعدي كده ريشه في مهب الريح، شكرا. ايه ده جات وعم كان فين؟ كان هنا. نعرف ده مش معناه اسمه عشان في خط فاصل، ده مش معناه ان انا لازم اكون البرفكت المميز اللي كده. انا بسعى وباخد بالاسباب وهي طاقات، حد يقدر يجيب كذا، حد يقدر يستمر. الوصول سهل، لكن المحافظه على المستوى ان انت دايما في الطب هو اللي محتاج مجهود. يبقى اول محور بسرعه كده، المحور ايه؟ التعليم. انا حاطه هدف ومعايا خطه وتنظيم وقت، وابقى جريئه يا بنات واقول لها لا مش ايه عايز اسمع، لا مش ايه مش فاضيه مش مناسبني، تمام كده؟